ما شاء الله فرقنا متصدرة كل البطولات في المركز الأول بفارق أهداف، بفارق نقاط كتيرة عن المركز الثاني. هنروح دلوقتي للفقرة المحببة لحضراتكم كلها، أهداف الأسبوع بالصوت والصورة. يلعب ويعلق يا ولد يا ولد، جول 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 جوه، جول لفهد جمعة، هو فهد، ربنا خلي جمعة اللاعب فهد جمعة، يا ولد يا ولد يا ولد يا فهد، هدف يطلع زي الفهد، فهد جمعة ويضع هدف أول للنادي الأهلي من رأسية وكرة عرضية جميلة من اللاعب محمد شكري. يا سلام يا فهد، فهد يطلع ويضع ضربة رأس قاتلة، ربنا يخلي جمعة، يا سلام يا فهد. وركلة الجزاء مستحقة، إلياس جول 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 جوه، جول هدف أول للنادي الأهلي عن طريق اللاعب مصطفى إلياس. مع أولى الدقايق أول أربع دقايق في عمر أحداث اللقاء، يضغط حسون يلعبها طويلة في اتجاه كرم النقيبة، كرم حط جسمه عدى مر، كرم يا ولد، جول 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 جوه، جول هدف تاني للنادي الأهلي العربي، جمال هدف، مفيش أحلى ولا أجمل من كده من كرم النقيب، عدى ومر وفات. كرم النقيب أيمن هيلعب، زياد يلعب ويعلق على القائم البعيد، جول 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 جوه، جول هدف ثالث للنادي الأهلي عن طريق اللاعب العربي جمال، العربي جمال يضع الهدف الثالث للنادي الأهلي وتاني أهداف العربي في هذا اللقاء، علشان يرفع رصيده من الأهداف للهدف رقم 12. زياد مسعود ورقة بديلة قادمة أعتقد على حساب إهدار الأهداف اتباعا، العربي جمال أهدر هدفين وكرم النقيب أهدر هدف الثالث، وفرص مهدرة من لاعب النادي الأهلي إلى أن استطاع اللاعب. هادي يا ولد يا ولد يا ولد، جول 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 جوه، جول هدف رابع للنادي الأهلي عن طريق كرم النقيب، كرم النقيب يضع الهدف الرابع للنادي الأهلي. ياس يرجع ويسلم، يسلم لضياء، ضياء لابو العيلة، وادي هدف للنادي الأهلي، هدف للنادي الأهلي، هذا الهدف الخامس للنادي الأهلي، خماسية للنادي الأهلي، كرم النقيب يضع الهدف الخامس للنادي الأهلي، خمسة لا شيء للنادي الأهلي. يلعب حسون مرة تانية لضياء، ضياء يصوب ويسدد، يا ولد يا ولد، جول 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 جوه، جول هدف سادس للنادي الأهلي، بيحرجم عليها ويدور عليها من بدري، ضياء وحيد يضع الهدف السادس للنادي الأهلي، يا ولد يا ولد يا ولد، عالتصويبة من اللاعب ضياء وحيد. أكيد كل الأهداف النهاردة حلوة، لكن دايما معودين حضراتكم دايما من كل الأهداف الحلوة دي بنختار لكم أحسن ثلاث أهداف، فنستعرضهم دلوقتي على الشاشة ونشرحهم لحضراتكم دلوقتي. كانوا في خلال أول هدف معانا كان مباراة الأهلي والمقصة، انتهت بفوز الأهلي، أحمد ياسر ريان وهدف رائع، هدف يعني فيه مهارة عالية جدا، هدف المراوغة. أحمد ياسر ريان ما شاء الله متألق مع فريق 97، بينزل من الفريق الأول وعامل ماتشات كويسه مع فريق 97 وبيجهز عشان ان شاء الله لما تجيله الفرصه مره تانية مع الفريق الاول يقدر يؤدي بشكل مميز، وده من الاهداف الحلوه اللي فيها مهاره عاليه جدا من احمد ياسر ريان. شايفين هنشوف بنشوف الهدف مع حضراتكم مره تانية، المراوغه انه هيسدد
ورقص الراجل وبيحطها برجليه الشمال، هدف رائع جدا لاحمد السرهان. الهدف الثاني كان مباراه الاهلي وطلائع جيش مواليد 99 للاعب فهد جمعه. فهد جمعه مهاجم 99، هدف رائع، ارتقى وجه الكوره زي ما بيقولوا بلغه كوره، زحلق الكوره عن دماغه راحت في الزاويه البعيده لحارس المرمى، هدف صعب على اي حارس مرمى زي ما احنا شايفين، هدف رائع فيها تقدير وطالع وراكب الكوره ومزحلق الكوره في الزاويه البعيده، هدف رائع من فهد جمعه مهاجم مواليد 99. هنروح نشوف الهدف الثالث مع حضراتكم. الهدف الثالث مباراه 99 انتهت بفوز الاهلي 1-0. دي الهدف الثالث معانا للاعب ضياء وحيد، تسديده قويه جدا، مهاره التسديد قبل ما يسدد هو واخد قرار التسديد، اول ما الكوره ما جات له داس على الكوره، مهاره التسديد اللي احنا بنفتقدها حتى كمان في الفريق الاول. ضياء وحيد اخو محمود وحيد لاعب مصر المقاصه في الفريق الاول، هو زق الكوره واخد قرار التسديد وهدف رائع من الاهداف الحلوه جدا، ومهاره التسديد من المهارات المهمه في كرة القدم ومفتاح بحل مباريات كتير. معودين دايما حضراتكم دايما كل اسبوع بيبقى معانا منتخب الاسبوع داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، لكن النهارده هيكون معانا منتخب الشهر. كل اللعيبه اللي تألقت في دوري 97 و99 و2001 في كل انديه مصر، النهارده بنقدم لكم الفقره دي لاول مره، هو منتخب الشهر، اللعيبه اللي تألقت في كل الانديه في مصر هنستعرضه مع حضراتكم دلوقتي. بداية من مواليد 97، اللعيبة اللي تألقت في 97، وزي ما احنا شايفين دلوقتي مع حضراتكم على الشاشة، أكيد يعني لعيبة النادي الأهلي هيكون ليها العدد الأكبر إنها متصدرة في كل المسابقات. زي ما احنا شايفين مصطفى شوبير في حراسة المرمى، باك رايت من الأهلي كريم يحيى من الأهلي باك رايت، عندنا باك ليفت جابر محمدي من المقصة، عندنا محمد عبد المنعم اتنين مساكين محمد أمين من الأهلي، مهند أسامة من حرس الحدود مساك، عندنا اثنين في نص الملعب عبد الرحمن جنديه من بيراميدز، وعندنا عربي بدر من الاهلي، عندنا تحت المهاجم ناحيه اليمين احمد حسن المقصه، عندنا مدحت فاقوسه من الاسماعيلي، عندنا يوسف الجوهري من مقاولين العرب، ومهاجم محمود فيليكس من وادي دجله. دي اللعيبه اللي تألقت خلال الشهر، ودايما ان شاء الله الفقره دي هتكون معانا كل شهر، دايما اللعيبه اللي تتألق، وده منتخب الشهر من مواليد 97. هنروح دلوقتي برضو لدوري 99، اللعيبة اللي تألقت في دوري 99 برضو في كل أندية مصر، عندنا في حراسة المرمى من الأهلي رمضان أبو حطب، عندنا باك رايت مصطفى ديودار من إنبي، باك ليفت محمود عبد الباقي بيراميدز، اتنين مساكين حمادة زناري من الجيش، محمد نصر من الإسماعيلي، محمد بيومي من الإسماعيلي، رضا السيد من الجونة، تحت المهاجم إسماعيل أشرف من الجيش، عمار حمدي من الاهلي، صالح نصر من الاهلي، محمد ابو النجا من النجوم. دي اللعيبه اللي تألقت 99، وبرده زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم ان لعيبه النادي الاهلي مستحوذه برده على منتخب الشهر، نظرا لان ال 97 زي ما قلت لحضراتكم وشفتوا في ترتيب الجداول، و99 و2001 هي معظم اللعيبه كلها تألقت داخل النادي الاهلي، فعشان كده النادي الاهلي ليه النصيب الاكبر، لكن هتبقى دايما هنقدم بقى كل المواهب وكل العناصر المميزة في كل ملاعب مصر. هنروح لمواليد 2001، منتخب الشهر في دوري 2001 اللي تصدره برضو النادي الأهلي مع كابتن أحمد سراج، هنشوف منتخب الشهر مع في دوري 2001 في حراسة المرمى حمزة علاء من الأهلي، أحمد عيد من الزمالك باك رايت، محمد أشرف من الأهلي باك ليفت، محمد مغربي من الأهلي مساك، محمد سمير أخو سعد سمير بيلعب في طلائع الجيش، محمد شحاته من الجيش، احمد نبيل كوكا من الاهلي، تحت المهاجم ابراهيم عادل بيراميدز، احمد سعد انبي، محمود صابر النجوم، ومحمود علامي مهاجم بتروجيت. دي برضو اللعيبه اللي تألقت في دوري 2001. زي ما قلت لحضراتكم ان شاء الله يكون معانا فقره منتخب الشهر دي مره في الشهر كل اخر شهر.